شنو كنديروا ديجا حنايا مع الشيف المغربي ومع لي زابخونتي ولي زيتيديون ديال المهن ديال الفندقه. يعني حنا ماشي اول مره كنقترحوا مجموعه ديال الدورات التكوينيه، هذه غير كنحاولوا كنحطوها في واحد الاطار اللي هو الاكاديميه، مي حنا كنا ديما حاضرين مع المكتب هذا مع الوفي بي تي، وكنا حاضرين مع لي شيف باتيسي بزاف ديال لي ديمونستراسيون وبزاف ديال ماستر كلاس، وكانت عندنا قافله اللي كانت كتنقل في جميع انحاء المملكه باش نعطيو داكشي اللي عندنا ديال سافوار فير ديالنا ولي تكنيسيتي اللي عندنا في لاباتيسري للجميع. يعني حنايا غون توفير لو غون بوبليك اون فادير، يعني هذه غير مجرد بدايه في اننا نحطوا واحد لاباز مزيانه لي شيف باتيسيي دو دوما ان شاء الله.